عم تتفرجي على صور الأولاد؟ عمار؟ شو كان اسمه ابن خالتك اللي كان محبوس؟ مين قصدك؟ آه، تذكرت رامي. ايه، هو انحبس أكثر من مرة ما؟ ما كتير بيهمني، بس شو اللي خلاكي تتذكري؟ انحبس بتهمة السرقة؟ ما بعرف، كان عنده مشاكل كتيرة. ايه، شو ما كانت التهمة بضله مجرم طبعا. أكيد. يا ربي، ولادك هدول طالعين لابن خالتك، بس نحن الحق علينا، كان لازم نحسب حساب هيك موضوع. بس أنا كنت مفكرة إنه ولادي رح يطلعوا دكاترة ومهندسين مثل ولاد خالي. شوف، ما لقوا حدا بالعيلة غير ابن خالتك ليطلعوا مثله.